حول الوثائق. انتم عرفتوا كاين واحد القانون كنصدر من وزاره، كان داز وزاره الداخليه وهي تبسيط الاجراءات الاداريه. ونحن نسال اولا كاين واحد المبدا، اي وثيقه تملكها اداره الدوله لا يمكن المطالبه بها للمواطن، يجب ان يطالب بها الاداره المعنيه، مثلا السوابق العدليه. انا لا افهم بانه تطلب السوابق العدليه للمواطن، الا حتج السوابق العدليه ديال شي مواطن طلبها من الاداره ديال وزاره العدل. حنايا دابا الان انا لي مود باس وكندوزوا الامور كما هي. كذلك مجموعه ديال المساطير التي كتزيد على ثقل المواطن. لهذا فالوثائق التي تملكها الاداره يجب الاداره ان تطلبها من الاداره وليس من المواطن. وفي تبسيط الاجراءات الاداريه كاين هذا النص هذا، ولكن حنايا خصنا نفعلوه بشكل اكثر. كاين مجموعة الاجراءات اخرى كتجي في لاحظناها من حيت جينا وزاره العدل. مثلا السوابق العدليه اللي تكلمنا عليها، كان في السابق المواطن اللي بغى يحصل على السوابق العدليه خصو يجي من فرنسا، اذا سكن في فرنسا ولا المانيا ولا ما عرفت فين، خصو يجي من المانيا حتى هنا باش ياخذها، ولا يدير واحد الوكاله ويديها للقنصليه ويصدقوا لي عليها ويجيبها لوزاره الخارجيه ويصدقوا انه ذاك راه القنصل صحيحه، عاد يجيبها للوزاره عاد يعطيو السوابق العدليه. الان عندنا مليون طلب اللي مر عن طريق الهاتف، فقط الهاتف كتقول معناه انه الوسائل التقنيه الحديثه كتسهل هذه الامور. وكنتمنى المستقبل تصور دابا وزاره العدل هي اللي عندها السوابق العدليه. نهار تعينت وزير جيت لقيت الناس شاده النوبه باش دوز واحد الكونكور في وزاره العدل، وكتشد من هذا الشرجم السوابق العدليه وكتعطيه في هذا الشرجم هذا، تعرف هذا المنطق هذا اللي ديال القرى الوسطى. الان ما بقاتش هذه الامور هذه، كنمشيو مباشره كنشوفوه. كاين استرجاع المبالغ الماليه للدوله، المواطن كيكون خارج في الخارج يقول له جاتك الاكراه البدني، سير المحكمه وخلص الاكراه البدني جي تخرج. دابا الان ولينا عطينا الاداره الجمارك الى غيرها من الادارات الاخرى باش يديو دابا بغينا نتفاوضوا مع البنوك باش بحال هذه الامور هذه يخلصوها في اي فرع من فروع البنوك، ما كاينش يبقى ينتقلوا للمحكمه كنشوفوا الاجراءات الى غير ذلك. يعني انا اعتقد بانه كاين واحد مجموعه ديال الوثائق ما عندها حتى قيمه، واروعها واجملها واحسنها حيت كتوقف كيقول لك سير جيب شهاده الحياه. انا لحد الان والله ما فهمتها،